السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في سلسلة صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس لما يكون يصلي على الدابة أو على السيارة أو يصلي على الكرسي فإنه يتعنى أن يحني ظهره ركوعا وسجودا. نقول يكفيك أن تومئ برأسك إيمان، والدليل ما روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة فكان يومئ برأسه إيمان، يعني هكذا في الركوع مثلا الله أكبر سمع الله لمن حمده، وفي السجود الله أكبر، ويكون إيماؤك سجودا أخفض من إيمائك ركوعا، ولا مانع إذا حصل انصهار أو ميلان للظهر، لكن ليس هذا بواجب فلتنتبهوا.